لمزيد من تطورات الأوضاع في غزة، ولا سيما حصار رفح ومسار اتفاق التهدئة بين الكيان المحتل والمقاومة الفلسطينية، معنا هاتفيا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني علي بغدادي. مرحبا بك أستاذ علي معنا. إذا نواب أمريكيون يرون أن هناك مجموعة يهودية من اليمين المتطرف بينهم نتنياهو يريدون شن حرب استنزاف طويلة على غزة. عمليا إذا ما حصل هذا الأمر واستمرت الحرب بشكلها الحالي، كيف سيؤثر ذلك في المشهدين السياسي والأمني في الداخل المحتل؟ حياكم الله أخي الكريم، التحية لكم ولجميع الإخوة المشاهدين. طبعا الأزمة في داخل الكيان الإسرائيلي تتصاعد بفعل مستجدات موضوع الصفقة وموضوع اقتحام رفح. على مدى ما يزيد من شهرين كان الجيش الإسرائيلي يحذر أو يتكلم عن موضوع اجتياح رفح دون أن يقدم على ذلك، والسبب الرئيسي في تقديرنا هو عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لمعركة بهذا الحجم وتوقعه لخسائر كبيرة في ضد غياب رؤية استراتيجية أو سياسية واضحة لما بعد الحرب. الداخل الإسرائيلي الآن يغلي بسبب الذكاء أو الذهاء السياسي الذي قامت به حركة حماس عندما وافقت على المبادرة المشتركة المصرية القطرية التي كانت مدعومة أمريكية، مما جعل الحكومة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو في وضع حرج. فهي إما الآن أن تواصل عملها الهجومي على رفح وبالتالي ستزداد إشكالاتها الداخلية. الإشكال الداخلي الآن يعني جذوره بدأت بما قبل طوفان الأقصى بين التيار العلماني الذي هو بالأساس المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل وبين جموع المتطرفين اليمينيين الذين هم أصحاب النفوذ الحقيقي في الحكومة الإسرائيلية. هذا التدافع بين الطرف العلماني والطرف الديني أو اليميني ازداد شرخه بعد طوفان الأقصى، وازداد شرخه الآن. نتنياهو يعتمد بشكل كبير في حكومته وفي بقائه على قيد الحياة السياسية على التحالف مع مجموعات بن كفير وسموتريتش والآخرون، بينما هؤلاء يمارسون ضغطا كبيرا عليه من أجل استمرار الحرب، بينما في جانب آخر هناك ضغوط أمريكية لأن استمرار الحرب وتيرتها الحالية أحرجت الإدارة الأمريكية لأول مرة حدث في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمس المصالح الأمريكية بشكل مباشر، حدث يؤثر على الواقع السياسي الداخلي الأمريكي بشكل مباشر وتداعياته كبيرة. وبايدن الآن في أسوأ حالاته الانتخابية، وحتى منافسه ترامب يدعو إلى وقف الحرب، وبالتالي هناك ضغوط أمريكية بعد أن بلغت مستوى الدماء مستوى كبيرا، وفي ظل غياب رؤية سياسية ورؤية تطبيعية ورؤية لهندسة المنطقة يعطلها نتنياهو بجموحه، يحدث الآن أن نتنياهو أصبح بين السندان والمطرقة. فهو لذلك هو الآن في تقديري سيسعى إلى تصعيد تدريجي في منطقة رفح بحيث يمسك العصا من الوسط. أيضا من ذلك يعني ما الهدف من إغلاق الاحتلال معبري رفح وكرم أبو سالم بوجه شاحنة الإغاثة القليلة أصلا وقطع شريان الحياة الوحيد لسكان غزة، لا سيما أن ذلك كما تعلمون هذا الإجراء يعني يأتي في اللحظات ربما الأخيرة قبل إعلان اتفاق لإيقاف إطلاق النار بين الاحتلال وقوى المقاومة؟ قضية اجتياح رفح هي قضية يعني كانت مقدرة منذ بداية العدوان، وهناك تصور واضح عند الكيان الإسرائيلي عند الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة وبالأخص منطقة رفح. سيبقى عملهم منقوصا إن لم يقوموا بذلك، لأن بالسيطرة على المعبر والسيطرة على محور فيلادلفيا، يعني هذا قطع قطاع غزة عن العالم الخارجي عبر المحور أو المتنفس الوحيد الذي يتصل من خلاله المساعدة. إسرائيل الآن تسيطر على شمال غزة وفصلت غزة إلى نصفين عبر محور نتساريم، والآن تدخل بهذا الخط محور فيلادلفيا بحيث تصبح غزة مثل حرف إي باللغة الإنجليزية. هذا الواقع الذي تريده
إسرائيل بحيث تكون غزة أو قطاع غزة بشكل عام تعاد عن هندسته بشكل جديد بحيث لا يمثل خطرا على المستوطنات أو على الكيان الإسرائيلي. عندما يسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح فهذا يعني سيطرته الكاملة على كل ما يدخل أو يخرج من القطاع. طبعا نحن نتكلم هنا عن المخطط الإسرائيلي ولكن هذا لا يعني نجاحه بالضرورة. طيب على ذكر اتفاق التهدئة المرتقب وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، ولكن لا يزال نتنياهو وحكومته يعرقلون إتمام أي اتفاق يفضي إلى إيقاف الحرب، كيف تفسرون ذلك؟ في الأساس ومنذ البداية استراتيجية نتنياهو التفاوضية كانت مبنية على استمرار الحرب وعدم توقفها، بينما استراتيجية حماس التفاوضية كانت مبنية على الوصول في النهاية إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار وانسحاب من غزة. فبالتالي فكرة الصفقة أو فكرة وقف إطلاق النار هي فكرة تتعارض مع رؤية نتنياهو. الموافقة على وقف إطلاق النار يعني بكل بساطة وبشكل واضح هو انتصار حماس وذهاب نتنياهو إلى القدر السياسي، وبالتالي هو ليس أمامه إلا الاستمرار في هذه المعركة حتى لو كانت بلا أفق سياسي أو بلا أهداف قابلة للتحقيق. نتنياهو أيضا لماذا يعني تتمسك تل أبيب بشرطي الهدنة المؤقتة ومنع إعادة النازحين إلى شمال غزة ووسطها مقابل إتمام الاتفاق مع المقاومة؟ لأن الكيان الإسرائيلي وضع خطة فيما بعد طوفان الأقصى يقوم على إعادة غزة، إعادة بنية غزة، إعادة واقع غزة بحيث لا تمثل تهديدا له. بالنسبة له شمال غزة هي منطقة مكتظة بالسكان وعلى تقوم المستوطنات الإسرائيلية وهي الأكثر قربا من سدود وعسقلان وتل أبيب والمناطق الاستراتيجية الإسرائيلية، وبالتالي هو يريد تفريغها من السكان ووضع يده أو رقابته عليها بحيث لا تمثل تهديدا له. عملية التهدئة المؤقتة تعني أنه في أي لحظة بإمكانه أن يواصل هجومه إن شك بوجود أي تهديدات فلسطينية للكيان الإسرائيلي. وبالتالي وهنا كانت استراتيجية المقاومة العكسية وهي المطالبة بعودة النازحين إلى الشمال وأيضا وقف كامل وشامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه في يوم 6 تشرين. هذا الواقع يتعارض تماما مع يعني هناك رغبتين متعارضتين بشكل كامل، لذلك ما تم في الصفقة والمبادرة الأخيرة كان يخدم بشكل جيد وبشكل مقبول استراتيجية المقاومة الفلسطينية. أيضا من وجهة نظرك أستاذ علي، ما الهدف البعيد الذي يريد الاحتلال من ورائه اجتياح مدينة رفح بريا وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين هناك على الرغم من هذا الإجماع الدولي وبمن فيه الأمريكي حتى على رفض المضي باجتياح رفح؟ يعني الجيش الإسرائيلي تمكن من اجتياح شمال غزة واجتياح خان يونس ولم يصل حتى هذه اللحظة إلى أهدافه المعلنة، وهدفه هو اجتثاث حماس رقم 1 ورقم 2 إطلاق سراح الأسرى. لم يبقى أمامه إلا قطاع رفح أو منطقة رفح، وبالتالي هو إذا لم يقم باجتياحها سيبقى عمله منقوصا، وهو بالتالي يعتقد أنه إذا سيطر على هذه المنطقة فقد يجد أسرى، قد يجد قيادات من حماس، قد يجد شخصيات ذات أهمية، وهنا تكمن المخاطرة التي يقدم عليها لأنه كان يدعي نفس الشيء في خان يونس ولم يحصل على أمر. هذا فيما يتعلق بالأهداف المباشرة التي يسعى لها، لكن هناك هدفا أكبر وهو كما قلت من قبل هو يهدف إلى إعادة هندسة قطاع غزة بالكامل بحيث لا يعد لقطاع غزة أي تهديد على الواقع أو على الكيان الإسرائيلي. منطقة رفح هي المنطقة الأكثر تعقيدا، الأكثر ازدحاما، الأكثر مساحة بالنسبة لعرض قطاع غزة. شبكة الأنفاق في رفح هي الأكثر تعقيدا، وشبكة الأنفاق في البداية أصلا بدأت في رفح، وبالتالي رفح تمثل بؤرة ممكن من خلالها إعادة انتشار
قوات المقاومة مرة أخرى إلى كعبة قطاع غزة. في سؤال أخير أستاذ علي، هل تعتقد أن الغضب الشعبي في الداخل المحتل قد يتطور إلى أشكال أخرى إذا أخفقت سلطات الاحتلال في استرجاع المحتجزين وتحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة من هذه الحرب أو العدوان الذي تجاوز شهره السابع؟ يعني حتى نكون واقعيين، المجتمع الإسرائيلي بمجمده هو 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 مجتمع وحشي متوحش يريد استمرار الحرب، داعم لاستمرار عملية القتال بغض النظر عن الضحايا. ما نراه من ظواهر هي تتعلق ب أهالي الأسرى، هي ظواهر لا شك أنها تتزايد، يعني إذا أخذنا منحنى فهي بشكل متزايد، لكن حتى هذه اللحظة لم تصل النقطة الحرجة التي بإمكانها أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقوف أو للخضوع لوقف إطلاق النار. نعم، إذا عبر الهاتف من الكويت علي البغدادي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.